تمكن عناصر الأمن الوطني بولاية أمن فاس منتصف نهار اليوم الاثنين 11 من نوفمبر الجاري من توقيف شخص يشتبه بتورطه في قضية تتعلق بتعريض زوجته لحروق عمدية. ووفق مصدر أمني فقد كانت مصالح ولاية أمن فاس قد استمعت للزوجة الضحية التي أكدت أنها تعرضت لحروق عمدية من طرف زوجها بعدما سكب عليها كمية من الزيت الساخن أثناء نومها. ووفق مصدر أمني فقد كانت مصالح ولاية أمن فاس قد استمعت للزوجة الضحية التي أكدت أنها تعرضت لحروق عمدية من طرف زوجها بعدما سكب عليها كمية من الزيت الساخن أثناء نومها، وذلك نتيجة مشاكل أسرية بسبب رغبتها في الطلاق. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف الزوج المشتبه به والذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الزوجة الضحية تتلقى العلاج بمؤسسة استشفائية متخصصة في علاج الحرائق.